هذا فلوق النهايه فلوق نهايه يا اخي. انت جيت فوق حساس في اخر شفت. اخر شفت انا اول مره اسكن مع باور يا جماعه الخير. ايوه وما اخر مره لا حرك كلكم صدقي صدقي يس هذا يزيد العضو الجديد احلى من يطلع قناته يا بعد قلبي انت يزيد لا بس عليك يا شيخ ما عندك سياسه قلها رابط قناة تحت ايه اكيد رابط قناة تحت كم اكيد كم لازم كم اول رابط بعد اخر كلمة لنا لا هذا اخر شفت راح نطلع له قسم بالله انا ما اكذب بقول شعور صدقي. أيوه. انا فرحان وحزين. أيوه. فرحان لان بنتي من التعب اللي سويناه 60 يوم شغل مستمر. أيوه. وحزين اني والله العظيم بفقدهم وبفقد وجيههم وبفقد كلامهم وبفقد كل شيء فيهم. اي والله وانت ابو شيء شلون نفقدهم من هنا اسمع يلا السلام عليكم ما بصوت ما اسمع السلام عليكم. أعلى قال امشي عصب جاهزين؟ نبي صوت أقوى نبغى أقوى شيء جاهزين؟ أقوى جاهزين؟ ما قلت له شعورك رايت؟ شعوري والله جدا حزين والله العظيم اني بفقد هذا الجمهور العظيم اقسم بالله اني اللي تعودت اني اصحى من النوم اقابلهم قبل والله عاد صار شعور حزين لكن اللي عارفه انه في نفس هذا بعد 3 شهور والله العظيم وشو هذا جديد علي؟ هذا مليون؟ جديد علي شوف بعد نشوفه من جديد والله يورونا صوت كلهم يوم صوت معك في القديمة قبل 3 شهور ان شاء الله واخر مرة نقول وي ار نبي اقوى وي ار هلا والله خلهم يشكرون اشكر الجمهور والله على كل شيء اقسم بالله العظيم كل العام يسعدونا اي تخيل كل يوم كل مستحيل طيب بقول لك شيء من 14 يوليو لين 7 سبتمبر اليوم فل سولد اوت بالله سول بالله مو في البدايه كنت تقول يا اخي شهرين كثيره يا اخي والله كنت تقول شهرين بالله كيف اي حزن يا جماعة روب حزين ليش روب حزين روب ليش حزين مريم ابراهيم اي ابراهيم ليش حزين ولد مريم ليش حزين عشان مشاهدات مخرج فهمت انا مخرج كيف ما خلص لك كلمه طيب يا جماعة اذا ما تدرون روب ما فوت ولا شفت واحد حلو ما شاء الله عليه ملتزم كامل اول شيء لاخر شيء عشان كذا هو ضايق صدره ان هذا اخر يوم خلاص والله شكرا صدق شكرا لكم خلصنا صح النهايه مو عندي النهايه ما عندي كذا ورب البيت نايم بكذا طول المقطع حزن ليش روح امسك الدي جي بسم الله الرحمن الرحيم ابي اغنيه اشغل سم بشغل اغنيه اي اغنيه خلاص لا انا باختار لا سمو سمع انت قاعد ما ادري ايش السالفه صح ايه بس اخر يوم الشباب يودون بعض وحزن احنا ما نبغى حزن احنا ما نبي حزن السلام عليكم تسمع لي يا شيخ احتاج احط اغنيه طول الشهرين انا مؤدب احتاج اغنيه قول لي امرني افتح لي تكفى اليوتيوب نهايه اليوم من على الجهاز ده على اليوتيوب شغل اغنيه وانا هشغلها لك والله العظيم خليهم يقصوا كلهم والله يا اخواني شهرين ما اعطيكم جوكم انا صدق طلعت واحد امرني شو ملخمين عندي الحين عندي الحين هذا اخر يوم اخر دفعه مشكلتي مو بهنا ما هذه مشكله كبيره بالنسبه لي تخلى عنكم هذه المشكله مشكلتي ان عندي جيرسيين بس سمول وميديم روب اخر دفعه بعطيها اللي قدامي صراحه مو مفضل احد على احد والله لو عندي اكثر لوزع عليهم كلهم لكن ما عندي الاثنين يا بعدين يعني والله الله يخليك والله اني بفكك اعطيك 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 معلومه ايه انا في الغرفه اللي جنبك انا بس كنت في الغرفه اللي جنبك اسالك بالله والله ينقل الرياض والله يسكن والله العظيم غرفة ابراهيم الاستوديو اوكي اخيرا
اقسم بالله انها احلى معلومه واحلى خبر. وانا اخر يوم قلت اخبار واشياء حريات تصير. طب كلمه للجمهور يا عيال، كلمه للجمهور اللي من 14 يوليو الى 7 سبتمبر سولد اوت كل التذاكر. اليوم ذكرت ان اخر يوم اقسم بالله دمعت والله العظيم. اقسم بالله العظيم كلنا والله دمعنا. انا قلت ترى عاطفي يغركم هو عضل وشرس ويطلع وقذا، بس والله انه عاطفي يا عيال. يمين بالله الله قسما بالله العظيم، يمين بالله انها من اسعد لحظات حياتي. صح انها في تعب، لكن رب الكعبه انها اسعد لحظات حياتي. نفس الكلام ما راح اكرر والله العظيم. انا عندي جلسيين ودي اعطيها اخر شفت، ودي اعطيها اثنين. طيب ولا حد اعطاني حل شلون اعطيهم؟ اذا واحد اعطاك توقع له وحط فوقه. لا حلوه هذه، حلوه احلف اول اثنين. سلم عليك اول اثنين الله يوفقك. حلوه هذه يلا هنا بس ورا بعض. شوف ناظر ورا هذا ناظر قصار. ايوه قصار سبحان الله. اول واحد ها سوي عرض اول اثنين اللي يوقع اول اثنين داخل جاي اول اثنين. انت صرت اول واحد. انا اللي اعطيته هو اللي خمر. خمني انا. طيب اوه خلاص العرض خلص على طول. واحد اثنين ثلاثة شيشترون. اليوم عندنا بروفة حفل الختام. يلا نتجهز نروح. تحية مرة قوية لفاكوز بار. بدت البروفة بيوني تأخرت. انا ماني معكم، انا فريق فالكون والله. حتى انا معك، حتى انا معك. انا وياك البندري كلنا تيم بدرتا. انت هنا وانت هناك. انليمتد من البلايستيشن 5 تعطيه يلا كل ما زالت القعده يا عيال. ايوه انا مع بندر الله احمد. انا مع احمد شو مع الاسد. توريني احلى رقصه. هارد سيما بلايستيشن 5 لا حول ولا قوه. هارد يلا هذه بروفة قبل الموضوع. تخيل نزله قبل لا احرق امه. طرد على طول مو بطرد من الباور، لا طرد من الجيت. اتفقت مع عزيز انه بناخذ ابراهيم العمري ودي عند احمد شو، لانه وصل درع 100,000 حقه وهو ما يدري. تستاهل يا حبيب اخوك، الله انك تستاهل. ابو شو والله ان هذا احلى لابراهيم والله. والله العظيم ان هذا احلى على ابراهيم. ايش هذا؟ قسم بالله. افكه؟ ايوه فك هذا احلى. اشوف ان هذا احسن لابراهيم. اشقه عادي؟ ايوه ايوه عادي خلاص. المهم من الكرتون، اهم شيء المحتوى اللي داخل الكرتون. يا سلام يا سلام. تستاهل يا ابو خليل والله. وش اللخبه ذي؟ اي فجأة ما يدري ترى صدق ما يدري. شوف يبكي يا حياتي. سحبنا عليك مودي. وش مشوفه؟ مودي تستاهل والله يا ابو خليل. يا حبيبي لك تستاهل كل خير. احضان 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 الشباب احضان. ان شاء الله المليون قبل نهاية السنة بإذن الله. بإذن الله تستاهل كل خير. مبروك يا ابو خليل. ابو خليل تستاهل والله انك تستاهل. ابو خليل ابو خليل ابو خليل مبروك ابو خليل. لا 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 الحين نسمع اكتر منك. لا 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 مبروك تستاهل ابو خليل. انا انا باقي انا تكفى. تستاهل باقي انا ابو خليل باقي انا. تستاهل يا حبيب اخوك والله العظيم انك تستاهل. والله يا عادي بلا غير تو واصل الحين. بس 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 ماشي حق ابراهيم. خير يا مرحوم اقسم بالله. بالله عليك مبروك بالله. اطلب حقي تكفى معاك. هو مطلبه مو هو اللي طالب اطلب. بالله عليك مبروك مبروك. هذه يلا ما نعطلكم. ابو خليل ترى هذه رساله من اليوتيوب لا تقطعوا فيها. ايش يقول؟ يقول لك يا ولد اروح كل خلاص بالنص جايين. اوه قد تصورون مقطع؟ ايه جيتوا في النص. والله اسفين اسفين. قول كلمه بهالمناسبه الحين. ممكن انت تلاقي اصدقاء لكن تلاقي احمد الدوسري والله ما في فن والله الذي رفع السماء يا جماعة الخير. أنا بديت اليوتيوب قبل كذا قبل سنة تقريبا وكانت بدايتي سيئة جدا. الشخص هذا خرج أفضل ما فيني. قال لي أنت شخصيتك وكاركترك في اليوتيوب كذا. يعني هو عرفك؟ هو اللي عرفني، هو اللي طلعني. ترى أنا بديت أقسم بالله يا جماعة الخير إني بديت يوتيوب وقفلت قناتي. يعني أنت تعلنها من الحين يوتيوب أبو أحمد شو مو بس يوتيوبر
صانع اليوتيوب. صانع انا والله الله عز وجل كاتب لك انك تصير يوتيوب، سواء انا اكون سبب او اي شخص ثاني، فهذه من رب العالمين. اللهم ان الله عز وجل يعني خلى قدر حلو انك تكون سبب من الاسباب. اي انك سبب، اللهم قدر الله، لكن ربي اللي هذا كاتب لك اياه وهذا رزقك وراح تاخذه باذن الله وان شاء الله. تكفى والله العظيم احس يضرب قلبك صح. في شخص في بالي يستاهل الانجاز هذا. وش مين؟ مين قاسم سليمان. اعطيني كلمه. ايش بامك انت وياه؟ اشترك عشان نديك جيرسي يمكن. يمكن اقول لك شيء، الكومنتات فيها جيرسي. فيها جيرسي من سليمان. مني انا ابشر. ابشر وقتك. من سليمان جيرسي الكومنتات. اللي يكتب اشتراك ونحبك سليمان نختار، انت تختار بينهم وتقول لي هذا روب اخترت. انت اختار، انا ما يدخل. الكومنتات صور، ما صورنا، خلينا نوريهم. ابو خليل ارميك وراه، انت تلحقه على طول، توصل قبله. احنا في راكان ذا اللي قاعدين. السلام عليكم، موضوع طارئ جدا. ابراهيم عنده شيء يقدم لك. استاذ ابراهيم راح يفاجئك فرح، فقال والله ما تكمل فرحتي مع ابراهيم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اقسم بالله. لا 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 يوصل يوصل يوصل. لا 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 يا سار يا 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 برهم برهم. اول ما جاء على طول راح لاحمد شو، وجاء قال على طول انت الثاني. قسم بالله اول شيء هذا المنجز مع صاحب الانجاز، هذا صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. انا بقول شيء وبقول كلام في خاطري كان ودي اقوله امام الملا كلهم، ولكن ما يعرف يتكلم وطاح في واحد. اسمع انت امام الملا، ولكن متابعين روب راح يشهدون على الكلام اللي بقوله الان، وربي شاهد فوق سبع سماء على الكلام اللي بقوله الان. اقسم برب الكعبه يا جماعه الخير احنا ننام ونرتاح، وهذا الشخص شوف وجهه، شوف وجهه تعبان. قلت لك قبل اسبوع قلت له حالاتك طايحه من قله النوم، نام في اليوم ساعتين. قلت له علشان مين؟ علشان احنا. الشخص اللي مستعد ابوس يده بعد ابويا هذا الشخص. يا والله العظيم والله يا جماعه الخير ان الشخص هذا ايوه كمل معلك، يعني سهل لي كل الطرق اللي كانت وجهي مقفله وكل الطرق اللي كانت صعبه في وجهي حرفيا. قال لي ايش تبغى؟ ايش تبغى علشان تنجح؟ خذ ايش تبغى، حرفيا قال هذه الكلمه. فانا ممنون جدا للشخص هذا. هذا الانجاز والله ما هو انجازي، هذا انجاز ابراهيم، انجاز الله سبحانه وتعالى، توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم عمي اقسم بالله خطبه الجمعه ذي والله وين والله يا شباب ما ابي اقاطع لكن طول يعرف يسولف. انا ما اقدر اسولف كذا قهرني. يلا يا اخواني والله العظيم فرحه مش سهله. وصلت والله انه وصلت لكل شخص موجود يتفرج المقطع. ان شاء الله ما سوي سكيب كامل كذا، سوي سكيب الارض بس اعلى. والله قادر، والله العظيم نحبك والله. ما في ولا 2000 حد قدك وجهك انت. هذا ما يعرف ترى هو كذا ما يعرف ينجح، ما يعرف يا انه كسر ترقه وعاد. انا مسيش ما ادري، ضرب وجهي ضرب. والله ارجع للفار والله ضربني كف. والله ما ضربت قوه والله المس، والله ضربني كف المس. سويت كذا سويت كذا إهانة. لا لا إهانة ترى.